البيت وقعوا لكم شي مشاكل مع المدربين؟ انا نقدر نقول لك دوزنا بزاف ديال المدربين لقينا معاهم، يعني كيف كنقولوا حنا يمكن كيبقى شي تفاهم. كان واحد ايفيريت مايكل كان جا للوداد، هذاك كاع ما بقاش، كاع قال لهم ما يلعبش، ولكن زين عليك قال لهم ما يلعبش معايا، ما يقدرش يلعب معايا. هو ديك الساعه تيبغي عنده ديك الحس ديالهم ديال الانجليزي طلع وتهبط وداك الشيء، فهمتيني؟ هذاك الشيء ما اول مره تعرف 8 اللعاب ولا 9 اللعاب في السيكسيون ديك الساعه، الله جاهم كوب دي موند وداك الشيء، وانا غادي نلعب معاهم. دخلت اول ماتش مع في لا كوب دازي، قسمنا ماركيش ولا درت ان غرون ماتش، بقينا لاعبين ديما تلعب. واحد الوقيته جا واحد المدرب بريزيلي، حيد واحد المدرب، جابوا مدرب بريزيلي، مدرب دوك البريزيليين تيكونوا شويه ماشي ما تيكونوش في الافعال ديالهم ماشي رجاله، من بغيت ما خاصهم يحيدوا واحد باش يجيبوا برازيلي. لا هو يحيد العام، خاصنا واحد هذوك وستيران في ليكيب ناسيونال خاصهم يحيدوا شي واحد، وما جات فيا انا جابها فيا انايا وهداك البريزيلي. صافي من الماتش الاول الماتش الثاني او تيحطني تيكونوا خاسرين شي حاجه، تندخل تيقسم الله كنا خاسرين مع الهلال بواحد زيرو، دخلني في الدوزاميطا ماركيت بيت من كورنر، عاوتاني مشينا بزينا عاوتاني لاعبين، جات كوبارا مشينا لميسر زابو الله ويدخلني من الاول. لعبت الماتش الاول ميور جور، وصلنا حتى للفينال ميور جور، خد بقات ما تلعب خد انا تناخذ ميور جور، رجعنا قلت لهم صافي اما انا ولا هو، اما انا ولا هو، صافي نصرت صافي، وكان قال لي هو راه غيمشي، مشى بحال هكا صافي.